هلا بست بلدان، شلونك؟ حياك الله سارة. الله يسلمك. بالنسبة لي كلش أحب أستاذ طارق حرب، كلش أحترمه وأتمنى يصير رئيس وزراء، ما أدري ليش ما يرشح. وبالنسبة لي صراحة حلو الخبر من دون حجاب. وبالنسبة للموضوع، عندي خطيبي في الوجدان. شنو حبيبتي؟ ألو، وياك. الله يسلمك حبيبتي، الله يحفظك. بالنسبة لأني خطيبي، عندي خطيبي تشابه أسماء، وهمين مليون شاهد جبنا وما يفيد، وكلش مشاكل صارت لنا، ولحد هسه كل شيء ما أعرف عنه، حتى لا أقدر أتزوج، لا أقدر أنخطب، لا أقدر، ما أعرف كل شيء. هاي كم سنة صار سارة؟ صار له 3 سنين 4، يعني صوري حتى ما أقدر أتزوج، يعني أبقى عايشة على حب ولا شو أسوي؟ والله ما أعرف. وأستاذ طارق حرب يعني أشوفه يعني إنسان حقيقي واقعي ويحكي الصدق، بس ما أدري ليش ما يصير رئيس وزراء. هسه نسألة، أشكر سارة. أستاذ طارق يعني قد ما ندافع إحنا على حقوق الإنسان. همزيان خلف الله ما قالت يصير أمين عام أمم متحدة. أنا رجال عجوز، ويني وين السوالف؟ يراد القعدة ويراد الحكي ويراد يعني مشكلتنا ومسؤولية كبيرة، مسؤولية كبيرة. هذا عبد السلام عارف خلدان سالفش نكتة، كان سمين صار رئيس جمهورية صار ضعيف. أنا ذاك الوقت كنت نائب عريف يعني قريب يمه، قلت له سيدي شو أنت من قبل من كنت خارج الخدمة سمين، فعلا سمين كلش، من صرت رئيس جمهورية صار ضعيف. قال لي طارق ما يراد لكم كل واحد رئيس جمهورية بجيبه، أنتم كل واحد رئيس جمهورية بجيبه خاطري حاسبه، فهذا احنا يراد لنا كل واحد رئيس جمهورية. ليش رئيس جمهورية بسيطة؟ طيب يعني مشكلة المخبر السري واعتماده أستاذ طارق، آلاف مؤلفة داخل السجون العراقية وأبرياء إلى حد الآن، أو بالنسبة لتشابه الأسماء سارة وغيرها وأم أياد تشابه أسماء أولادهم أزواجهم راحوا أحداث إلى حد الآن بالسجون، يعني شلون بدنا نعالج هاي قانونيا؟ من تشابه أسماء يسموه شك، الشك يفسر لمصلحة المتهم، الشك يفسر لمصلحة المتهم، كل شكينا بشيء هل حصل أم ما حصل يفسر لمصلحة المتهم لم يحصل. شوفوا لي حضرتك قانوننا، وأعيد وأقول لو تكرموا علينا بتعديل قانون الأصول، إلغاء فقرة المخبر السري، إلغاء الحكم الخاص بالاعتراف، إبراز الحكم اللي يقرر أن الشك يفسر لمصلحة المتهم، لكان يعني وصلنا إلى شيء معين. طيب، لا أقول أنه عادل 100%، لكن مستوى العدالة الذي يتوفر به ليس بالقليل. طيب، هذا الأساس.